بعد مهرجانات انتخابية لكل من الحكومة والمعارضة حملت اتهامات واتهامات مضادة، انتقل الجدال السياسي في المغرب إلى المؤسسات كما يقول متابعون. فقد تسببت كلمة واحدة من رئيس الحكومة في حق المعارضة في توقيف جلسة مراقبة العمل الحكومي، وهي جلسة منصوص عليها في الدستور. ماشي ملي تجي تتخذ الإجراءات اللي فيها المصلحة ديال الشعب وديال المجتمع تنوضوا تبداو تتعايروا، وتنوضوا تبداو تتقولوا الكلام ديال السفاهة، وتنوضوا تقولوا الكلام اللي خارج الطريق. نعم وتا ولا لا؟ ضرب 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 تما ضرب تما. شوف لا ما نسحبش لا ما نسحبش. سبب هذه الضجة هو تصريح سابق لأحد أكبر زعماء أحزاب المعارضة، اتهم فيه رئيس الحكومة بوجود ارتباطات له مع داعش وجبهة النصرة وجهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد. على رئيس الحكومة اليوم أن يقول للرأي العام ما علاقته بداعش والنصرة وبالمخابرات الصهيونية الموساد. طبيعة النقاش الدائر حاليا في الأوساط السياسية المغربية دفعت بكثير من المغاربة للاهتمام بالجدل السياسي الدائر في البلاد. كان هذا الخطاب التبسيطي الذي نسميه شعبي أو شعباوي الذي يميل إلى تبسيط المعطيات السياسية بدأ يلقى نوع من التجاوب والتفاعل وسط الأوساط يعني الشعبية واهتمام أكثر بالسياسة، لكن في الآونة الأخيرة مع يعني انحدار هذا الخطاب إلى مستويات مثلا نجد اتهام رئيس حكومة بأنه ينتمي إلى داعش أو علاقته بالموساد يعني أو في البرلمان اتهامات متبادلة بالتسفيه، فهذا النوع من الخطاب بدأ يثير نوع ما اشمئزاز لدى الرأي العام. ويخشى بشكل كبير أن يتوسع السجال السياسي أو أن يأخذ منحا آخر. ويأمل كثيرون أن يكون السجال السياسي مرتبطا فقط بموسم الانتخابات التي تبعد بضعة أشهر، وألا يصبح متأصلا في قلب السياسة المغربية. يونس إتياسين، سكاي نيوز عربية، الرباط.